أنه ليس المراد في هذه المرحلة من العمل والتفكير، هكذا يقول، ليس المراد في هذه المرحلة من العمل والتفكير هو أن نجعل الشيعيين سنيين أو نجعل السنيين شيعيين، وإنما المهم هو التمسك بالدين المشترك وهو الإسلام والقيام ضد العدو المشترك وهو الكفر والإلحاد المتمثل بالاستعمار وأنصار الاستعمار. وبطبيعة الحال فإن مجرد التفكير في هذه الوحدة قلبيا وعقليا، مجرد التفكير في هذه الوحدة له مرحلة مهمة وجيدة ونافعة تكفي في نتائجها عدم توجيه الحقد والعداء ضد بعضنا البعض والعياذ بالله من مختلف مذاهب الإسلام، وإنما اختصاص توجيه الحقد والعداء ضد من هو أهل لذلك وهو العدو المشترك المتمثل بالكفر والاستعمار. ويقول المثل: أنا وابن عمي ضد الغريب، كما يقول المثل في عادات العشائر، ربما تعرفونها، أنه قد تكون قبيلتان متعاديتان أو متعاديتين فيما بينهما ومتقاطعتين بشدة، إلا أنها أو أنهما حين يجابههم العدو المشترك وتغير عليهما قبيلة ثالثة يكونان يدا واحدة وعمل واحد وقلب واحد تجاه هذا العدو المشترك. قل لا، فإذا دفعوه واستراحوا عادوا إلى العداء من جديد فيما بينهم. ومن الواضح أننا لم ندفع العدو المشترك إلى الآن، بل لا زال في تزايد ومرارة ولا أقل. أن يحذر كل واحد منا مهما كان مذهبه ومهما كان عمله ومهما كانت طبقته، أن يحذر من أن يكون معينا ضد نفسه وضد إسلامه بيد أو لسان مهما كان قليلا أو كثيرا.